مساء الخير. ما إن تخلص الأطفال من مشاهد القتل التي كان ينفذها عناصر داعش في المنطقة الشرقية من سوريا، حتى باتوا هدفاً لميليشيا قسد التي سرعان ما بدأت تجندهم قسرياً للقتال في صفوفها. هذا التجنيد يبقى قسرياً حتى ولو كان بموافقة الطفل، لأنه وببساطة طفل، ومكان هذا الطفل على المقاعد الدراسية لا على جبهات القتال. فكيف يمكن الوثوق بميليشيات تدفع الأطفال ليكونوا صيداً سهلاً لأحد أعتى التنظيمات الإرهابية؟ وهل أصبحت شعارات الدفاع عن حقوق الأكراد سبيلاً لإقناع الأهالي حتى يقدموا أبنائهم قرابين على مذبح القضية؟ هذا سيكون محور نقاشنا الأول. في المحور الثاني سنتحدث عن اعتقال ميليشيات أسد عددا من قادة فصائل المصالحات وتصويرها لأحدهم وبث التسجيل على إحدى قنواتها على أن المعتقل الإرهابي يقوم بعمليات الخطف والتنسيق مع إسرائيل. فهل نفضت روسيا يدها عمن وعدتهم بالحماية وسلمت مصيرهم لأفرع النظام الأمنية؟ حلقة جديدة من هنا سوريا، أهلا بكم. أهلا بكم مجددا. تواصل ميليشيات قسد عمليات تجنيد الأطفال ضمن مناطق سيطرتها دون حسيب أو رقيب، وكان بعض الأطفال قد لقوا حتفهم على الجبهات، ومنهم من لا يزال يقاتل طوعا أو كرها حتى الآن. وبحسب أرقام الأمم المتحدة، جندت قسد خلال العام الماضي ما يزيد عن 224 طفلا، بزيادة 5 أضعاف عن عام 2016. تفاصيل أوفى في التقرير التالي ونعود للحديث. في منتصف شهر تشرين الثاني من العام الماضي، خطفت الطفلة أفين ساروخان من أمام مدرستها في مدينة الدرباسية في الحسكة، بالتزامن مع حملة اختطاف فتيات في مثل سنها وبذات النهج، ليس بغرض الاتجار بهن، بل لتجنيدهن في صفوف حزب العمال الكردستاني الذي أنكر فعلته في البداية، لكن وجود شهود عيان جعل الحزب يعترف بما اقترفه، ليس لشيء إلا لإخضاع الفتيات لدورة عسكرية وإعادتهن إلى المدارس بعدها مباشرة كما زعموا. لم تعد أفين ولم تعد بقية الفتيات والفتيان الذين يواصل المسلحون الأكراد تجنيدهم. انسوهم، فهم أبناء القضية. هكذا ترد الميليشيات الكردية على ذويهم الذين لم يملوا من السؤال عنهم. تلك القضية التي جندت وحدات الشعب لأجلها 224 طفلاً خلال العام الماضي وحده، بحسب تقرير الأمم المتحدة السنوي، بزيادة تقارب 5 أضعاف عن العام 2016. غالبيتهم يساقون للخدمة خطفاً ويوقعون على أوراق لا يعلمون فحواها. حتى المرضى من الأطفال قانونياً يعتبر تجنيد الأطفال عملية مخالفة يجب المعاقبة عليها. غير آبهة بهذا الكلام، تستمر الوحدات بهذه العملية ضمن مناطق سيطرتها. لم تنفع الاتفاقية التي وقعتها سابقاً مع منظمة دولية للحد من هذه الظاهرة وفق نداء جنيف. وقتها أدخلت الوحدات تحفظاً يقضي بالسماح للأطفال البالغين من العمر 16 عاماً وما فوق بأن يصبحوا أعضاءً في قوات وحدات حماية الشعب بمحض إرادتهم، ليشاركوا فقط في أنشطة غير عسكرية كما ادعت. عود على بدء، لم يتغير شيء، التجنيد مستمر وبأساليب تتفنن الوحدات في ابتكارها، إما بتأسيس نواد ظاهرها اجتماعي وباطنها أدلجة الأطفال، أو بالاستدراج عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وهنا يحضر الحديث عن الفقر الذي يعتبر دافعا لكثير من الأهالي لغض النظر عن تجنيد أطفالهم، على اعتبار أنهم سيتقاضون ما يصل إلى 150 دولارا شهريا، وهي بمثابة ثروة لهذه الأسر. قمت أدرس بالمدرسة أنا أخويا صغير ورفقاتي ربعاني، شغلة 10 يعني من جيراننا، وجم البكيكيخ خذونا قصبا مع النجباري 14-15 عمره 16 سنة قام يأخذونا. ما العمل إذن؟ المشكلة تتفاقم وعمليات التجنيد تسير وفق ما هو مخطط لها. القوى السياسية الكردية المقربة من الوحدات فضلت التزام الصمت وعدم التعليق على ما يجري، والوحدات ماضية أصلا في ممارساتها بذريعة ترددها دون كلل.
نحن لا ندفعهم للأعمال القتالية. منظمات تندد وأمم متحدة تحصي سنويا أعداد المجندين من الأطفال الآخذ بالارتفاع. أما ذو هذه الشريحة فيتيهون وسط كل هذه الأطراف رافضين نسيان أطفال لم ولن يكونوا يوما أبناء تلك القضية التي تتحدث عنها الوحدات. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا الكاتب والدبلوماسي جان بيير بارام معنا من باريس، وأيضا معنا في الأستوديو الأستاذ وليد عبد القادر الكاتب والباحث السياسي. أهلا بك. ومعنا أيضا مدير تحرير الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية من الحدود السورية التركية الأستاذ علي الإبراهيم. مساء الخير وأهلا بكم جميعا. أبدأ معك أستاذ وليد، رأيك في هذا التقرير الذي نتحدث فيه عن تجنيد الأطفال القُصّر في مناطق سيطرة قسد؟ حقيقة ظاهرة التجنيد لم تكن لنتاج الفترة القليلة القريبة، يعني هي كانت تأخذ يعني بنمطية أشد، كانت منذ بدايات ظهور حزب الاتحاد الديمقراطي واتخاذه مسألة العسكرة داخل المجتمع الكردي. ما يلاحظ في الفترة الأخيرة بتصوري نتيجة لضغط الرأي العام العالمي وتسليط مثلا هيومان رايتس ووتش والمنظمات الإنسانية والأمم المتحدة، أخذت هذه الظاهرة وإن لم تخفت ولكنها بتصوري وحسب ما ينقله النشطاء في المنطقة نسبيا خفت عن السنوات. أختلف مع التقرير، لربما تكون يعني النسبة أقل في السنوات الأخيرة، لا كمنهجية تراجع حزب الاتحاد الديمقراطي عن هذه الظاهرة بقدر ما هي نتيجة للضغط رأي العام العالمي. يعني أنت تقول أستاذ وليد أنه في البدايات التجنيد أو تجنيد القُصّر كان جزء من نهج سياسة الحزب. اليوم بسبب الضغط الدولي هناك تراجع فيه لهذا الموضوع. هذا ما سيدفعني لأسألك أنه رأي المجتمع في هذه الظاهرة، المجتمع الكردي الذي يعني يقع ضمن سيطرة هذا الحزب. أستاذة، ليس المجتمع هو اللي خاضع لتأثير الحزب بقدر ما هي الظروف المحيطة بهذا المجتمع. يعني القضية عندما تطرح على أساس أنها قضية قومية وقضية وطنية مثلا وقضية تحرر قومي، فتكون هناك كانت هناك في البداية نوع من الاندفاع الذاتي لجيل من المراهقين مثلا أو جيل من الشباب الذين مثلا بنيتهم أن الصعود إلى الجبل سيكون هناك مثلا كمقدمة لتحرير وتوحيد كردستان مثلا كواحدة من الشعارات التي طرحت سابقا، بالإضافة إلى أمر آخر بتصوري. يعني في الفترة الأخيرة اتجاه حزب الاتحاد الوطني الاتحاد الديمقراطي إلى بناء مثلا كومونات خاصة ما يشبه مثلا طلائع البعث أو على هدي المجتمعات الاشتراكية مثلا سواء كانت التجربة الكورية أو حتى الفيتنامية. هذه مثلا حتى هم بذاتهم يقولون بأنهم يسعون إلى تدريب، يعني مفهوم مصطلح التدريب الفكري للطفولة. فمصطلح التدريب يعني يتم تجهيزهم إلى أن يصبحوا في عام 18 سنة يصبحوا جنود ومقاتلين فيه. بالضبط. تمام. طيب سنعود إلى هذه النقطة وتحديدا الكومينات التي تحدثت عنها. أستاذ جان بيير، بداية مساء الخير، ولكن هل يخفى على الدول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية لميليشيات سوريا الديمقراطية تجنيدها للأطفال؟ دعيني أقول شيئا هاما للغاية. في بداية الثورة السورية وما رأيته أنه أي أثناء المظاهرات كنا نرى في المدن الرئيسية في سوريا في بداية المظاهرات وحتى في بداية المظاهرات كان هناك أطفال، الكثير من الأطفال، لذا استخدام الأطفال كان موجودا من البداية. وقد كان حقيقة وهذا
هذا، وفي بداية الثورة السورية كان هناك العديد من الأطفال الذين قتلوا من قبل قوات بشار الأسد لأنهم كانوا في مقدمة المظاهرات. وفي ذلك الوقت المظاهرات السورية لم تكن مظاهرات عنيفة أبدا، بالرغم من ذلك كان الأطفال في مقدمة المظاهرات وذلك أثر عليهم بشكل كبير. لذلك فإن الإحصائيات قالت أن كان هناك مستر يوسف كورباك على سبيل المثال كان في يعيش في باريس، ولكنه تحدث عن كثير من التفاصيل والأرقام الخاصة بهذه المشكلة، مشكلة استخدام الأطفال منذ أول يوم. ولكن ما أعنيه الآن أنه هذه ليست حقيقة جديدة، ولكن الأطفال دائما ما كانوا جزءا من المظاهرات وجزءا من العنف الذي حدث للأسف لهم. طيب أستاذ جان، يعني الأطفال هم جزء من ما يجري في سوريا، ولكن اليوم المختلف في منطقة شمال شرق سوريا تحديدا منطقة سيطرة قوات سوريا الديمقراطية هو خطف الأطفال لتجنيدهم، زرع عملية التجنيد. هناك حالة ممنهجة من تجنيد الأطفال في تلك المناطق. الجدير بالذكر أن هذه القوات هي مدعومة دوليا، يعني عندما نتحدث عن قوات مدعومة دوليا تقوم بتجنيد الأطفال بطريقة ممنهجة، ألا ترى بأن الحديث يختلف بهذه الطريقة؟ نعم بالطبع الموضوع أصبح مختلفا للغاية، ولكن ما كنت أود قوله أنني أردت فقط أن أؤكد على أن للأسف الأطفال تم استخدامهم بشكل غير جيد أبدا في منذ بداية هذه الحرب في سوريا. ولكن بالطبع نعم هذا ما أردت البدء به أولا، ولكن ما أود قوله بعد أخذ هذا في الاعتبار بالطبع أن الكثير من الأطفال قتلوا في الثورة منذ بداية الثورة السورية وبداية المظاهرات. وبالطبع أعتقد أن هناك شيئا ما في المجتمع السوري يجعلهم يدفعون الأطفال في مقدمة المظاهرات. لا أعرف ما الذي حدث، لا أعرف لماذا كان يتم ذلك لكي يكونوا شهداء أو لماذا تم ذلك، ولكنني ذكرت مسبقا أن هناك دراسة مختصة بهذا الموضوع. وبالطبع إنني آسف جدا لأن يتم تجنيد الأطفال بهذا الشكل، ولكن لا أعتقد أن الخطف يتم بشكل كبير. نعم إنه يتم خطفهم، ولكن ليس بشكل كبير كما ذكرتي، أو ليس بعدد كبير. نعم. طيب أستاذ علي الإبراهيم، برأيك هل يخفى على الدول الداعمة لقصد تجنيد للأطفال؟ إطلاقا لا يخفى الدول حقيقة عمليات تجنيد الأطفال من قبل قوات سوريا، وحدات حماية الشعب، حتى حماية المرأة، سواء كانت هذه عمليات تجنيد لأطفال قُصّر أو لفتيات قُصّر، لا يخفى عليهم إطلاقاً. ودليل على ذلك أن هذه الدول فرضت على قوات سوريا الديمقراطية والفصائل المسلحة الكردية بيان جنيف أو نداء جنيف، ما سمي نداء جنيف، وطلبت منهم التوقيع على هذا النداء. وبالفعل هذه الوحدات وقعت على نداء جنيف وقالت أنها ستوقف عمليات تجنيد الأطفال وستحد من هذه العمليات، ولن تستخدم الأطفال دون سن 18 في العمليات القتالية، وتحفظت على بند يقول أنهم يمكن استخدام الأطفال ما بين سن 16 فما فوق لأعمال غير قتالية. لكن حقيقة يعني في التحقيقات الاستقصائية التي أنجزت، وخاصة التحقيق الأخير الذي سمي أولاد القضية وأنتجته وحدة سراج، أكدت فيه حقيقة استمرار عمليات التجنيد بطريقة ممنهجة وتحذى أعين الدول، المنظمات الدولية، هيومان رايتس ووتش، نداء جنيف، الأمم المتحدة، كلها قالت أن هناك عمليات تجنيد. لكن حقيقة هذه القوات تحاول التملص والتوقع على بيانات وتقول أنها تحد من عمليات التجنيد. هذه العمليات حقيقة هي منظمة ومحددة من خلال اتباع عدة طرق. رصدنا في هذا التحقيق الاستقصائي إضافة لما تحدث به ضيفك الكريم من خلال الكومينات، أيضا يتم التجنيد من خلال وضع الصور في المناهج التربوية. هناك في المناهج الكتب صور لأطفال قتلى
تحت سن 16، بينهم أطفال 13 أو 14 عاما، ويضعون بعض العبارات مثل أن هؤلاء هم أبطال وهؤلاء هم أولاد القضية وهؤلاء سينالون حريتهم، ما يدفع الطفل ويحفز الطفل للانتساب إلى هذه القوات والانخراط في العمل المسلح. أيضا رصدنا من خلال عمليات وسائل التواصل الاجتماعي يجندون أفراد لتجنيد الأطفال القُصّر على أن من ينتسب لهذه القوات سينال حريته، سيكون هو مشروع بطل قومي وسيدافع عن القضية. بالتالي حقيقة العملية للأسف الشديد منظمة وضحيتها الأطفال دون سن 16. أكثر من 30 حالة طفل تم توثيقهم من خلال شهادات الأهالي، من خلال الوثائق والبيانات الشخصية. صحيح علي، دعني أنوه على نقطة أيضا ذكرت في تقريركم وفي تقارير أخرى، أنه الأرقام التي نتحدث عنها هي غير دقيقة إلى هذه الساعة، يعني نتحدث عن أرقام تقريبية هي من الأهالي الذين قرروا التواصل والتعامل مع جهات إعلامية، مع جهات تابعة لمنظمات دولية لتوثيق أطفالهم. هناك نسبة طبعا لم تقبل بهذا التعاون، خوفا على أطفالها من تجاوزات الوحدات، أو خوفا على مستقبل العائلة، كون معظم هذه العائلة ما زالت تعيش في مناطق سيطرة ميليشيات قسد. أستاذ وليد، تحدثت حضرتك وتحدث الأستاذ علي أنه يتم زرع فكرة توحيد كردستان وتحريره في 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 فكر هؤلاء الأطفال، يعني في الوقت الذي هم فيه ينضجون، يعني يستعدوا لمرحلة بلوغ سن الرشد. هل ترى بأنه زرع هذه الأفكار واستخدام هذه الجمل العريضة والكبيرة بتوحيد وتحرير كردستان، هل هي فعلا تخدم القضية عندما نقوم باستخدام أطفال تحت السن القانوني يعني لزجهم في القتال، وفي النهاية يعني هم يكونوا حطب هذه الحرب؟ بالتأكيد أنا شخصيا أفرق بين الطرح أو مفهوم تحرير وتوحيد كردستان أو الشعارات البراقة التي تطرح للاستدراج للاستدراج مثلا شباب اليافع أو الطفوة الأطفال الذين لم يبلغوا سن الرشد، وبين مثلا أحقية هذا المفهوم أو المبدأ اللي ما هو موضوع نقاشنا حاليا. فبشكل عام يعني الأسلوب الاستدراجي اللي عم يتم حاليا تستخدم فيه مثل ما تفضل الأستاذ أيضا ومثل ما ورد في تقريرهم، هي مسائل أنه حقيقة القضايا هاي أكثر شيء، ومسألة أنه محاولة اختلاء يعني انتزاع الطفل من الواقع مثلا المعيش اللي يعيش فيه مثلا، أو جعله مثلا يكتشف نمط جديد من المعيشة أو نوع من الاستقلال حتى النسبي من جو العائلة، ولكن بعد يعني أقل من فرض يعني تجارب ذكر تم تسكيرها مثلا أو ذكروها من الناس اللي أعيدوا إلى أهاليهم بعد شهرين ثلاثة مثلا، بتلاقي ردات فعل قوية مثلا عند هذا الطفل نفسه ورغبته الحقيقية بالعودة إلى نمط الحياة المدينة أو العائلة اللي كان يعيش فيها. صحيح. فمسألة الكومونات تحديدا يعني فقط أريد أن أذكر بحالة ليسوا هم فقط قصد من يمارس هذه أو مارس هذه الحالة على الصعيد كل التنظيمات العسكرية مثلا. صحيح، ولكن يعني لسنا بصدد مناقشة باقي التنظيمات، لأنه التجاوزات بحق الأطفال هي حقيقة موجودة عند الجميع، داعش، النصرة وما إلى ذلك، ولكن اليوم قسد هي حالة خاصة بحكم أنها مدعومة من منظمات دولية أو من دول كبرى تدعي بأنها تحترم حقوق الطفل، تحترم حقوق الإنسان وما إلى ذلك. نتحدث عن هذه التجاوزات في ظل سيطرتهم أستاذ. ما هي ليست الحالة الوحيدة التي تخترقها أو تتجاوزها قسد أو حتى حزب الاتحاد الديمقراطي من خلال ممارساتها اليومية. إذا عم تضطهد شعب كامل اللي اسمه الشعب الكردي مثلا، أو تقف مثلا حجر عثر أو تناهض الفكر القومي الكردي، فكيف مثلا وعلى مرأة كمان الطفولة. بالتأكيد يعني، ومع ذلك مثلا روسيا أو لافاروف يتهمون أنه عم يسعون إلى تشكيل أو لديهم سعي لتشكيل مثلا دولة كردية، وهم ليلا ونهارا وبكل بأعلى أصواتهم يصرحون أنه ما عندهم أي توجه مثلا قومي كردي، أو ما عندهم أي نية مثلا لأي خطوة قومية كردية
خاصة فيهم، يعني ما عندهم أي برنامج قومي كردي. يعني هذه التجاوزات هي تطال الجميع، يعني فبالضرورة ستطال الأطفال. بالتأكيد يعني. صحيح صحيح. أستاذ جان، القانون الدولي كما ذكرت حضرتك جرم استخدام الأطفال في الحروب، وتعتبر استخدام الأطفال يعتبر جريمة حرب، يعني بكافة الاتفاقيات والقوانين الدولية التي تنص على هذا الموضوع. ذكرت في بداية حديثك استخدام الأطفال في كل مراحل الثورة السورية إن صح القول، إن كان في المظاهرات، إن كان بين فصائل أخرى، ولكن يعني على سبيل المثال داعش استخدمت الأطفال في قتلها للمدنيين ووضعتهم في الواجهة، ولكن داعش هي غير مدعومة من مجتمع دولي يدعي احترام حقوق الإنسان وحقوق الأطفال وما إلى ذلك، بينما قوات سوريا الديمقراطية هي مدعومة من دول تدعي احترامها لهذه الاتفاقيات التي تجرم استخدام الطفل في الحروب. ما هو موقف هذه الدول اليوم في ظل استمرار تجاوزات قسد؟ Yes, I agree with you. It's نعم إنني أتفق معك، وهذه مشكلة كبيرة أن تقوم الدول الكبيرة التي تقوم بدعم القسد لا تتعامل مع هذه المشكلة بدرجة أكبر من الخطورة، خاصة أنهم يقومون بتجنيد الأطفال حتى وإن كانوا يقومون بمحاربة أي طرف. ولكن لابد أن لا ننسى أيضا أن هناك دولة لم تذكر حتى الآن وهي إيران. إيران التي تقوم إيران التي تقوم باستخدام الأطفال الصغار للمحاربة في سوريا. في صحيح، ولكن هذا يعني يصب في ملف آخر أستاذ جان. يعني نتحدث اليوم عن موقف الدول التي تدعم قوات سوريا الديمقراطية في ظل استمرار انتهاك هذه القوات لأبسط الحقوق للأطفال. I agree with you, but after saying that, إنني أتفق معك، ولكن بعدما قلنا ذلك ما الذي يمكننا أن نقوم بعمله؟ نعم، إن تكرار ذلك مرات عديدة لن يفيد بشيء، ولكن في نهاية المطاف ماذا بعد ذلك؟ نعم، منظمة حقوق الإنسان ومنظمة عدالة تحدثت عن هذا الموضوع، والآن لابد أن نقوم بعمل شيء ما، ولا بد أن نقول أن كل الجهات المختلفة تستخدم الأطفال في الحرب السورية. ولذلك هناك قد تم ذكر ذلك في مؤتمرات دولية. نعم، وهذه هي الحالة، وأعرف أن الأكراد يقومون باستخدام الأطفال، ولكن بعد ذلك لابد أن نقول ما الذي يحدث مع الأطراف الأخرى لأنها تقوم بنفس الشيء، وهذا شيء هام أيضا. نعم صحيح. أستاذ علي، ذكر التقرير أيضا بأنه البعض يتم أخذ بعض الأطفال للالتحاق أو تحت مسمى الالتحاق بدورة تدريبية عسكرية. هؤلاء الأطفال الذين يتم يعني وضعهم في هذه الدورات التدريبية هم أيضا قصر تحت سن 18 سنة. هل يجوز قانونيا زج هؤلاء الأطفال في دورات تدريبية عسكرية؟ إطلاقا لا يجوز زج هؤلاء الأطفال لا دورات تدريبية ولا حتى على حقيقة في هذه العملية هي أخطر عملية، كون يتم غسل دماغ الطفل بشكل كامل. يعني تخيلي أن الطفل يخرج من هذه الكومينات أو من هذه المناطق يحمل بيده السلاح البندقية وباليد الثانية يحمل بعض الشعارات التي تزرع في دماغه. بالتالي حقيقة يعني هذه العملية هي عملية خطيرة، كونه يتم غسل دماغ الطفل بشكل كامل. جميع القوانين الدولية ترفض حقيقة إدخال الأطفال بكل ما يتعلق بعمليات العمليات التي تنتهي لنتاج عمليات عسكرية، أي بعد الدورة التدريبية يتعلم الطفل عملية حمل السلاح، بالتالي سيتم زجه في جبهات القتال. حقيقة يعني قوات سوريا الديمقراطية، نريد أن نضيف هنا نقطة مهمة، قوات سوريا الديمقراطية تستخدم مسلحي تنظيم داعش وقتال تنظيم داعش شماعة لكسب هؤلاء المقاتلين. هناك نقص كبير من هؤلاء المقاتلين، بالتالي تستخدم حقيقة القتال تنظيم داعش ومحاربة تنظيم داعش شماعة لتجنيد الأطفال ولخطف هؤلاء الأطفال وللزج بهم على جبهات القتال. هناك أطفال قُصّر قتلوا، وهناك فتيات قُصّر قتلنا على جبهات القتال. بالتالي نحن أمام حقيقة جيل ضائع، جيل لا يوجد. قوات سوريا الديمقراطية على العلن تقول أنها تلتزم بالاتفاقيات الدولية وتقول أنها وقعت
إلى جنيف وترفض بل وتنكر أنها تجند عمليات الأطفال وخاصة القُصّر، بينما نشاهد عمليات تجنيد مباشرة. بينما تنظيم داعش حقيقة يعني معروف، وجبهة النصرة وباقي الأطراف معروفة أنها تجند، لكن نحن أمام مسألة حقيقية، هم يرفضون وينكرون عمليات التجنيد، بينما هي عمليات التجنيد موثقة وواضحة من خلال شهادات الأهالي، من خلال الوثائق، من خلال الأدلة، من خلال التقارير الدولية. نحن أمام مأساة حقيقية لهؤلاء الأطفال، بالتالي يجب التحرك من قبل المنظمات الدولية وبشكل عاجل للضغط على هذه القوات المسلحة لإيقاف تجنيد الأطفال القسرية وإعادة الأطفال الذين تم تجنيدهم والزج بهم على جبهات القتال إلى مقاعد الدراسة أو إلى أهليهم. نعم أستاذ وليد، بالحديث عن هؤلاء الأطفال مجددا الذين زج بهم في هذه الحرب وزج بهم في هذا القتال، ما هو مستقبل هؤلاء الأطفال؟ ماذا عن أحلامهم، آمالهم، أهاليهم وما إلى ذلك؟ بالتأكيد يعني هم لا زالوا مثلا في مرحلة، لو مرحلة الطفولة عندما ينتزعوا من أحضان أهاليهم ويتم زرع مثلا النزعة العسكرية التارية داخل عقولهم، يلزمهم فترة طويلة حتى يستطيعوا التخلص مثلا من تلك النزعة، وبالتأكيد يحتاجوا أيضا إلى إيجاد بيئة تستطيع التعامل أو المساهمة في عودة هذا الإنسان أو هذا الطفل مثلا إلى حياته الطبيعية على أقل بالتأكيد. تقدير. طب أستاذ وليد، هل ترى بأنه من الممكن أن يكون هناك آليات للمحاسبة لمن يقوم بزج الأطفال؟ اليوم نتحدث عن الأطفال الأكراد، نتمنى هذا الحديث أن يعمم على جميع الأطفال الذين زجوا في القتال في أنحاء سوريا، ولكن اليوم في مناطق قسد، هل تعتقد أن يكون هناك آلية للمحاسبة؟ أنا أحب بس أضيف قبل بنقطة واحدة، عندما يتم تحديد قسد، قسد هي بالتأكيد هي خليط، يعني عندما تلصق فيها الجميع. عندما تلصق فيها أنا لازمة الكردية، هم بأعلى صوتهم قلتها قبل قليل يتهربون منها ولا وبأي شكل من الأشكال لا يصبغونها بصبغة كردية خالصة. هذه النقطة. النقطة الثانية، هم براغماتيين أستاذ وليد، يعني أيوة بالتأكيد. فعندما يدور الحديث عن الأكراد ووصول مساعدات يتحدثوا باسم الأكراد، ولكن عندما يدور الحديث عن القتال يقولوا أنه هم مكونات مختلفة من أهالي المنطقة، ولكن عرب وتركمان. بس حسب الإحصائيات قسد بالغالبية، غالبية المقاتلين فيها حاليا هن من العرب. ماذا عن القيادات؟ القيادات بالتأكيد لربما تكون هناك في قيادات، ولكن غالبية حتى مثلا في شرق الفرات نسمع أبو ليلى أبو فلان إلى آخره أسماء عربية. بالتأكيد أستاذة، بخصوص يعني آليات المحاسبة، قرأت أنا عدة مثلا مقررات لقيادات عليا ضمن كيانات قسد بأنهم مثلا شددوا على هذه الظاهرة، وأيضا حددوا مثلا حتى إجراءات عقابية لمن يجند، ولكن مع هذه أستطيع أنا شخصيا أن أثبت حالات أو تجاوزات وأذكر أسماء أيضا تم تجنيدهم بالفترة الأخيرة لفتيات ولأطفال مثلا دون سن 15 أو 16، ولكن أعود إلى بدايات كلامي بتصوري الظاهرة لا ليست مثل ما كانت مثلا بسنوات 2014 او 2015، لربما يعني بانحسار، ولكن بيدي لا تستطيع بتصوري ان تتجاوز او ان تحسم الامر وتلغي هذه الظاهره، لانها تحسبها من باب التطوع الذاتي مثل قوات الدفاع الذاتي أو إلى آخره، والتطوع الذاتي من قبل هؤلاء الأطفال للانخراط مثلا في صفوف الثورة، والثورة لها مسميات متعددة. صحيح أستاذ جان، القوات الدولية التي تقوم بدعم قوات سوريا الديمقراطية في المنطقة الشمالية الشرقية لسوريا، هل تعتقد أنها تستطيع ممارسة أي ضغط لإيقاف تجنيد الأطفال في تلك المناطق؟ I don't think so because لا أعتقد ذلك أبدا، لا أعتقد ذلك، لأنهم يحاربون مع بعضهم البعض ضد داعش على سبيل المثال، ولكن
ولكن هناك على سبيل المثال المستشار البريطاني والمستشار الفرنسي والمستشار الأمريكي، ولكن هناك موجودون ولكن لا يمكنهم أن يقوموا بالتدخل فيما يتعلق بمثل هذه الأمور الخاصة بالتجنيد. لا أعتقد أنه أنهم يعملون مع بعضهم البعض بشكل قوي. نعم إنهم يقومون بشن المعارك سويا، ولكن لا يعملون بالقرب أو بقرب كبير لدرجة أن يقوموا بإعطاء أوامر. نعم إن كانوا يعطونهم أموالا وسلاحا فهذا أمر آخر، ولكن لابد أن نفهم كيف تعمل هذه الأحزاب. دعونا نقول أنهم يعملون بشكل مختلف، يعملون بشكل مركز، يركزون قواهم داخل مجموعة معينة أو داخل مناطق معينة في سوريا، ومن خلال أشخاص معينين ومجموعات معينة. لا لست متأكدا مما يحدث هناك بالضبط، ولكن لأنني لم أكن هناك ولا أم أرى الكثير من الأطفال الذين يحاربون في هذا المكان، يحاربون مع قسد. ولكن نعم، بعد قول كل ذلك وبعد قول ما قلتيه أنت، لا أعتقد أنه يتم استخدام الأطفال بشكل كبير. بالطبع هناك بعض الحالات التي يتم استخدام بها الأطفال ووفقا لمنظمات حقوق الإنسان، ولكننا لا نتحدث عن مئات، ولكن أعتقد عشرات الأطفال يمكن فقط. نعم. طبعا نتمنى لجميع الأطفال العودة إلى مقاعد الدراسة وعدم يعني زجهم في القتال من أي جهة كانت إلى أي جهة كانت. شكرا جزيلا لك أستاذ جان بيير بارين الكاتب والدبلوماسي، كنت معنا من باريس. الشكر أيضا للكاتب والباحث السياسي الأستاذ وليد عبد القادر، وأيضا للأستاذ علي الإبراهيم مدير تحرير الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية سراج، كان معنا من الحدود السورية التركية. شكرا لكم جميعا. مشاهدينا فاصل قصير ونعود لمتابعة المسؤولين.